انت واقف وانت ماشي. الحمد لله على السلامة زعيم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا ابو عزام. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك يا زعيم. الله يسلمك. الله يسلمك يا زعيم. نوري. خير خير يا ابو عزام. قال موصيل عليك. انت شو شايف؟ يلي شايفه انك ما عم تمشي دغري مشان هيك كتروا اعدائك. شو عليه؟ بقى حسن اخلاقك مشان ترجع الناس تحبك مثل اول. انت وعيلتك حسنوا اخلاقكم ولا تبلوا الناس فيكم. وإش كان انا ما اشتكيت على حرمتك لاني اكثر واحد حاسس فيك بين كل الناس. خير 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 يصيبك. شو هذا اللي بصير؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شو بتقصد عمي؟ الحارة بدون عقيد ما بيمشي حالها منوب. الكبارية لازم يصفوا على جنب. والشور والقول لازم يكون للقبضايات يلي مثلك انت. كلام مدوزة. بس يعني بصير كبارية الحارة ما يكون لهم كلمة ابو سرور؟ بلا لهم كلمة. بس كمان الكبارية لازم يكون عندهم عقيد يرجعوا لوقت الشدة. شنو انا لاحظت كتير انه في مشاكل بالحارة ما عم تنحل بسرعة. والله كلامك مزبوط. الكبارية اخي ما بيحسنوا يسكتوا الكل. ومن غير شيء ابو عزام ما عاد حدا اخذ بكلامه.